ممكن حاجة لتفتيح البشرة هي ما تبقاش حاجة واحدة، بتبقى أكتر من حاجة وأكتر من عامل. أهم حاجة يا يوزر 73168، أهلا بيكي طبعا وأهلا بسؤالك. هي أهم حاجة في تفتيح البشرة أني أكل كويس، الغذاء بتاعي يبقى الكواليتي بتاعته حلوة، ما يكونش أكل صناعي أو ملوث، ده من الداخل. تمام، التفتيح أنا رأيي في حتة التفتيح أحسن لون عليا هو اللون اللي ربنا خلقني بيه، بس مع التلوث ومع الأكسدة ومع الشمس ومع حاجات كتيرة جدا بيحصل ان بشرتنا بتغمق السنة او درجتين او درجة عن لون بشرتنا العادي. فهنعمل ايه؟ هقولك على روتين، وطبعا ده برضو ده روتين يعني عموما كده، بس الأحسن انك تتابعي معانا على اللينك اللي هنا عشان نقولك تعرفي نوع بشرتك وايه المناسب ليكي وايه اللي عندك اصلا نقدر نكمل عليه ونقدر نتابع معاكي كل حاجة تقدري تعمليها. مش هطول عليكم تاني بقى. أهم حاجة في الروتين هو الغسول، في أنواع غسول تانية هكلمكم عنها، بس اللي حاليا كويس جدا وريفيوهاته حلوة غسول الورد من لابلاج الكوري وغسول الفيتامين من فارمستي. أي غسول ممتاز كويس فيه ترطيب هينفع معاكي جدا. على فكرة التفتيح بشرتك بتبان إن هي فاتحة ونضرة لو هي مترطبة كويس، لو مش مترطبة كويس وجافة هتحسي إن هي غامقة. قيسي على كده العنباية، لما بتكون مترطبة ومليانة مية كده بيبقى لونها فاتح، لما بتبقى زبيب بتبقى ايه؟ بتبقى لونها غامق، صح؟ قيسي على كده. فلما بترطبي بشرتك كويس بتدي سنة فتحان او سنة نضارة، فده اهم حاجة. خلصنا الغسول، غسلنا وشنا، بنشف بمنديل تيشو عادي، منديل وايت من الحاجات الحلوة اللي هو ده، يا اعلان ببلاش مش مشكله. وايت ده جميل جدا، ناعم على البشره وحلو جدا. حاولي ما تعمليش بفوطه بيستخدمها حد غيرك، ممكن فوطه بس المشكله فوطه هتلم ميكروبات. ممكن روتين يعني في الشهر مرتين او مره اللي هو ماسك الفحم، بتحطيه على وشك وعارفين طبعا بنستخدمه ازاي، بيشيل الجلد الميت المتراكم على البشره. الاهم من ده قبل النوم ممكن نستخدم السيروم بتاع فيتامين سي. من الحاجات الكويسه سيروم اوز ناتشورال الكندي، خلي بالك عشان يكون الاصلي. منين الاصلي؟ هيقولوا لك خدمه العملاء هتقول لك ازاي تشتريه الاصلي. فبالليل بتحطي سيروم على وشك وتنامي بيه، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. خرجتي في الشمس صن بلوك ثم صن بلوك ثم صن بلوك. بس حاولي ابعدي عن فكره الكريمات التفتيح والحاجات دي عشان اثارها الجانبيه بتكون مؤذية كتير على البشرة وممكن كمان تعمل تصبغات، وفي ناس كتيرة اشتكت من النقطة دي. وتابعي في الفيديوهات هتلاقي ناس كاتبة الكلام ده في الكومنتات. بس كده يا قمر.